جميع التوفيق. معالي المستشار المحترم ترك الشيخ معنا على الهواء لأول مرة عبر شاشة المحور والزمالك اليوم. معالي المستشار مساء الخير. اهلا وسهلا، مساء الخير، امسي عليك وعلى الزملاء في الاستوديو. تحياتي احمد جمال، محمد الشرقاوي، ايهاب الفول، وتحيات كل أسرة الزمالك اليوم لمعالي المستشار. وفيت واعطيت للرياضة العربية والكرة العربية الكثير، وليس هذا من سبيل المجاملة ولا النفاق. عملت حالة داخل الوسط الرياضي المصري والوسط الكروي، لك كل الاحترام، لك كل الود والحب مننا جميعا، من كل المصريين، ونحن نعلم أنك عاشق لمصر. بحييك على قرارك الأخير. الله يسلمك، شكرا ليك وشكرا لأهل مصر الحبيبة الغالية علينا، وشكرا لكل من اتصل وكل من طلب وكل من ألح، وعلى يعني ومنهم رأس الهرم في نادي الزمالك العريق العظيم المستشار المحترم مكاوي مصر. نعم. معالي المستشار، أكيد الفترة الأخيرة شهدت شد وجذب وحالة جدل، ونحن تحدثنا هنا في الزمالك اليوم عن عدالة قضية نادي بيراميدز في حقه الطبيعي في أنه يخوض مبارياته بشكل طبيعي جدا فيما يخص مسابقة الكاس ومسابقة الدوري المصري. الفترة اللي فاتت أنا عارف أن سيادتك تعرضت لضغوط شديدة جدا خلال الفترة الماضية، حدثني عن كواليس هذه الأزمة من وجهة نظر معالي المستشار التركي الشيخ. والله يعني مفيش أساسا ضغوط تأثر علي، أنا شفت حاجات في حياتي أكبر من كده بكتير يعني. نعم. إحنا بنتكلم عن كرة قدم، إحنا بنتكلم عن رياضة، إحنا بنتكلم عن الاستثمار الرياضي، وأما أنا في رياضي الاتحاد مشكورا قام بالواجب اللي عليه والحق المشروع اللي تحت مبدأ تكافؤ الفرص. احنا يوم 28 ان شاء الله في الملعب، اذا ما شرفوش نروح دور الثمانية بدون نقطة عرق واحدة او ايه بدون وين ديل، يعني بالنسبة لنا سواء دور او مفوز. ان جو كسبنا تمام، ان جو وتغلبنا برضه تمام، عندنا روح رياضية وثقة في نفسنا. نعم. ما نقولش دخلنا الدور الثمانية، القانون يتطبق، السنة الجاية يتفرجوا على كأس مصر على التلفزيون، إذا قوانين الفوز الفيفا قوانين الاتحاد المصري، يعني مش يعني الموضوع مش محتاج اختراع يعني. نعم. معالي المستشار، طبعا النادي الأهلي وحضرتك طبعا تعلم كواليس هذه الازمه، النادي الاهلي مصعد في اتجاه ان المباراه مش عايز يلعب المباراه مباراه الكاس، وبيلوح بالانسحاب من مسابقه الكاس ومش عايز يلعب المباراه، وانت تؤكد ده موضوع رجع لهم لعيبتنا، هيروحوا للملعب هينزلوا هيسخنوا هينتظروا 5 دقائق. نعم. اذا جو شرفوا اهلا وسهلا، لعبنا في ماتش كره قدم، إذا ما جوش أو إذا غائب معاه نروح لدور الثمانية إن شاء الله، ونبغى نشوف كيف نفس السنة الجاية بالتلفزيون. نعم. معالي المستشار، أكيد حضرتك استشعرت حالة الحب من جماهير كتيرة جدا. يعني توقعي يا فندم؟ إنه حيكون في ماتش، توقعي إنه حيكون في ماتش يوم 28 إن شاء الله. نعم. ما أعتقدش إنه نادي الحزم النادي الأهلي يهرب من الماتش. يهرب من الماتش. نعم. معالي المستشار، انت بتقول او حضرتك بتقول ان نادي بيراميدز في كل الاوقات جاهز لهذا اللقاء، في الوقت اللي الجميع بينتظر هذا اللقاء على احر من الجمر، ولكن اللي حصل خلال ال 48 ساعه في قرار سيادتك ببيع حصة سيادتك في نادي بيراميدز ثم العودة والعدول عن هذا القرار في مفاجأة عاملة دلوقتي حالة جدل غير طبيعية، وكانت مفاجأة سارة للبعض ومزعجة للبعض الآخر. يا ريت برضو اتكلمنا عن أسباب قرارك بالتنازل عن حصة ثم العدول عنها مرة أخرى.
والله يا أخي الكريم، أنا ما أعرفش يعني، أنا طول عمري بشوف كورة في كل أنحاء العالم، وأنا بقدر مشكورة مديرة الأستاذ عامر بريده، رئيس الاتحاد أستاذ محترم، وبعرف الضغوط اللي بيواجهها، لكن عمري ما شفت حاجة زي كده تحصل من اتحاد أهلي مستقل يحدد جدول، وفي أندية بترفض وتبدي وعزم جدول يتفصل على مزاجها. عموما أديني اتفسحت يومين، من الغضب كثير من المحبين، هو العودة أحمد، لكن الواحد استفاد من اليومين دي، صدق بالله لا إله إلا الله جلست شوية بضحك، يا فندم. لأني شفت حاجات غريبة في اليومين اللي فاتوا، شفت حاجات غريبة في اليومين اللي فاتوا، زي إيه يا فندم؟ شفت مشاعر كبيرة، شفت مشاعر، يعني هقول الحاجة الإيجابية في البداية، شفت مشاعر كبيرة وجميلة تعبر عن الإنسان والإنسان المصرية المحترمين اللي بيفهموا في العلاقات بين الشعوب، بيفهموا بين المحبة، وبيحترموا الآخر، وبيفهموا معنى أن نفس الحضن يحتوي الجميع. هذه المشاعر لمستني شخصيا وكانت مغيبة عني، كنت بعتقد نتيجة اللجان الإلكترونية وما أراه تجاه القنوات الإعلامية، طبعا ما صدقت من إسقاطات، فكنت متوقع أن الصورة سودة، لكن لما زرت كثرت زيارتي لنادي الزمالك الشام، شفت محبة 60,000 وأنا بمشي وسطيهم، وشفت كمية التعليقات في اليومين اللي فاتوا، يعني 70-80% من تعليقات الناس المحترمة، أما تعليقات الناس الغير محترمة لا أثر لها. نعم هذا الجانب. نعم أما لما نتكلم عن الجانب المضحك، الجانب المضحك، أنا بضحك على رئيس مدينة لا منهم في الصين ولا في العديد من الأولى. واحد يعني كل سنة وأنت طيب في السبعين، ومالوش يعني ومالوش أي لازمة يعني في الموضوع ده، تصريحاته عن بيراميدز وتعليقاته عن بيراميدز تعدد تعليقاته وتصريحاته عن نادي. طبعا لما يجيب الأسد يطلع الواحد يعني بيطلع اللي يحكوا، يعني انت تعرف لما بيجيب الأسد يحكي، فطلع وقال كلمتين، طبعا لما شاف الموضوع عليك ورئيس نادي ثاني اشتكى بالمدير التنفيذي عندنا في نادي بيراميدز ويطلب ويستنجد بجمهور نادي اخر، اللي هو ماجد حاجات سامي. غريبه انا عمري ما شفتها يعني، لسه يعني متكلمين في الموضوع ده. عمري ما شفتها، عمري ما شفتها في يعني ان يعني لا تعليق، لا تعليق. يمكن معالي المستشار، يمكن معالي المستشار كان ليك حتى آراء كتيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت والشهور اللي فاتت لما دخلت مجال الكرة المصرية ودخلت وشفت جوه ايه اللي بيحصل في الكواليس وفي غرف العمليات زي ما بيقولوا يعني، وقربت شوية شوية من كواليس الكرة المصرية وطلعت واتكلمت حتى في حق نادي الزمالك، لأن في ملايين بتتابع هذه المداخلة الآن من جماهير نادي الزمالك وجماهير مصر قاطبة دلوقتي على الهواء عبر شاشة المحور، واتكلمت وقلت فيما معناه أنا عرفت ليه جمهور نادي الزمالك جمهور كبير وعظيم، وعرفت ليه نادي الزمالك يعاني كل هذه المعاناة خلال السنوات اللي فاتت. طبعا حضرتك فاكر اللي أنت كتبته. نادي الزمالك بيلعبك في الملعب، غيره بيلعبك خارج الملعب، غيره بيلعبك خارج الملعب. لأنه في الملعب لأنه لأنه في الملعب بيكسب. شكرا ليك وتحياتي ليكم وللزملاء في الاستديو ولرئيس ناديكم المحترم
سعادة المستشار. معالي المستشار، سؤال أخير وعفوا للإطالة، هل من الممكن أن يتواجد المستشار تركي آل الشيخ في ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز يوم الخميس القادم؟ التليفون فصل، كان نفسي أجاوب على السؤال ده طبعا.